بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. نبدا النهارده شرح عمل الكارديو، هنشرح لوكال اكزامينشن الكارديولوجي. احنا بنيجي نعمل اكزامينشن لعيان كارديو بنعمل حاجتين في الاكزامينشن لاي حاله كارديولوجي. بنعمل رقم واحد حاجه اسمها جنرال اكزامينشن، ورقم اتنين حاجه اسمها لوكال اكزامينشن. اللوكال اكزامينشن ده الاهم تطبيقه في الامتحان، بيتسال قوي على اللوكال اكزامينشن. اللوكال اكزامينشن بنعمل كذا حاجه، رقم واحد بنعمل حاجه اسمها انسبكشن، رقم اتنين حاجه اسمها بالبيشن، رقم 3 بيركشن، رقم 4 اسكالتيشن. انت بتسال على حاجه واحده منهم، ايتم منهم في الامتحان. رقم 1 انسبكشن، ببص بعينيا كده واحاول الاقي فايندنج على العيان ده بعينيا بالنظر. رقم 2 ببدا احس بايدي زي البلسيشن مثلا، ده اسمه بالبيشن. رقم 3 بعمل بيركشن، بخبط كده واطلع فايندنج. رقم 5 بسمع بالسماعه، اسمها اسكالتيشن. رقم 1 لو انا هعمل انسبكشن، الدكتور بيسالك في حاجه منهم، قال لك مثلا انسبكت ذا هارت. ازاي اعمل انسبكشن لعيان كارديولوجي؟ ايه الحاجات اللي بدور عليها في الانسبكشن؟ لو احنا بصينا على القلب بتاعنا، هنلاقي القلب بتاعنا بالشكل الجميل ده، وفوق الهارت في البون المغطي الهارت بتاعنا، البون اللي هو ريبز والاسترنال المغطيه الهارت. البون المغطي الهارت اسمه بيريكورديوم، ده البون المغطي القلب اسمه بيريكورديوم. وبعد كده فوق البون ده في السكن. يعني انا معنى ذلك لو انا عاوز اوصل القلب من بره لجوه هعمل ايه؟ اول ليه تقابلني السكن، لو شلت السكن هلاقي تحت البون اللي هو البيريكورديوم، ولو شلت البيريكورديوم هقابلني الهارت، والهارت بيطلع بلسيشن بنشوفها في الانسبكشن اسمها بلسيشن. اذا لو عاوز اعمل انسبكشن هلاقي ثلاث حاجات من بره لجوه. اول ليه هتقابلني هي بعملها انسبكشن يمين، رقم واحد السكن. لو شلت السكن هيقابلني البون المغطي القلب اسمه بيريكورديوم، ولو شلت البيريكورديوم هيقابلني الهارت اللي بيطلع بلسيشن، يبقى رقم ثلاثة بلسيشن. اذا الايتم اللي بدور عليها في الانسبكشن هم ثلاث حاجات بلخصهم في كلمه اس بي بي، اللي هم رقم واحد سكن، رقم اثنين بيريكورديوم، رقم ثلاثة بلسيشن. وما ينفعش انسى حاجه منهم، لان الدكتور في الامتحان بيصحح من حاجه اسمها تشيك ليست، بيشوف كل حاجه بتعملها مكتوب في. مثلا لو قال لك انسبكشن هتلاقي الدكتور مكتوب عنده اللي هو سكن بيريكورديوم بلسيشن، فلازم اعمل الثلاثه ايتم عشان اخد الثلاث درجات. ما تنساش ان البلسيشن جزء من الانسبكشن، يبقى رقم واحد بدور عليه من بره لجوه، قلت سكن بيريكورديوم بلسيشن اس بي بي. رقم واحد اول ايتم عندنا السكن. هو انا لو هعمل انسبكشن في السكن ايه الحاجات اللي بدور عليها في السكن؟ السكن بدور على ثلاث حاجات، رقم واحد سكور، رقم اثنين بيجمنتيشن، رقم 3 دايليتد فين. تاني لو هعمل انسبكشن بدور على ثلاث حاجات في السكن، من ايه هم ثلاث حاجات؟ رقم 1 سكور، بيجمنتيشن، دايليتد فين. تعال نشوف رقم 1 دايليتد فين. هو احنا لو ضيعنا دايليتد فين كده على الشيست تول هيكون جاي منين؟ احنا عارفين ان الرايت سايد اوف ذا هارت بياخد الدم منين اصلا؟ من السوبير فينا كيفا والانفير فينا كيفا. احنا عارفين السوبير فينا كيفا جايب الدم الابر هاف من الفيس والنك، والانفير جايب من اللور لمب والابدومن. حتى لو مثلا اتقفل السوبير فينا كيفا مثلا مقفول، بتلاقي حصل له مثلا ايديما في الفيس وكونجيشن في النك في. لو اتقفل الانفير فينا كيفا بتلاقي حصل له اسايتس لور لمب ايديما، فده جايب من اللور هاف اللي هو الانفير، والسوبير جايب من الابر هاف. طب وبعدين؟ طول ما السوبير فينا كيفا والانفير بياخدوا الدم بتاعنا مفيش مشكله، امال اللي بيحصل ازاي يحصل دايليت الفين؟ يعني لو عيان مثلا لا قدر الله حصل له سوبير فينا كيفا اوبستراكشن، عنده ثرومبس ولا حاجه قفلت السوبير فينا كيفا، ساعتها الدم جاي من فوق كده لقى السوبير فينا كيفا مقفول، يعمل ايه؟ يفضل الدم قاعد شويه هنا بس، بعد شويه هيحاول يدور على طريق بديل فهيفتح كولاترال. ما احنا عندنا اي فيسل في جسمنا في فيسل رئيسي وفي كولاترال شوارع جانبيه، لما الرئيسي بيتقفل فينا مشي في الشوارع الجانبيه ساعتها. فلو اتقفل السوبير فينا كيفا الدم بيبدا يفتح كولاترال، الكولاترال تمشي كده تاخد الدم السوبير فينا كيفا وتمشي تمشي تمشي لحد ما توصل بيه لمين؟ لحد الانفير فينا كيفا، فتلاقي الدم مشي بالشكل ده، لا السوبير فينا كيفا مقفول فمشي في الاتجاه ده كده لحد ما وصل الانفير ومنه راح على رايت سايد اوف ذا هارت. معنى ذلك اللي عنده سوبير فينا كيفا اوبستراكشن الدم مشي في كولاترال، والكولاترال دي فين صغيره حجمها صغير، فلما يجي لها الدم كتير الكتير ده بالنسبه لها الكميه دي كبيره قوي، فالبين يبقى كونجستد ودايليتد وبين على سطح السكن كدايليتد فين. يبقى اول حاجه تعمل لي دايليتد فين ان لو حصل سوبير فينا كيفا اوبستراكشن عشان الدم الكتير مشي في الفين، فالفين اتملى قوي والفين ده ماشي في سطح الجلد في السكن، فيبدا اول حاجه دايليتد فين بسبب سوبير فينا كيفا اوبستراكشن. طب انا عاوز اتاكد لان ده عنده سوبير فينا كيفا اوبستراكشن، بتاكد ازاي؟ بعمل حاجه اسمها ميلكنج تيست. لو انا فضيت الفين ده كده مش هو جايب الدم من فوق لتحت؟ لو انا فضيته وجيت سبت من هنا هل هيملا؟ لا، لانه كان جايب الدم من فوق، لكن لو سبت مفضيت وسبت من فوق هيملا في الاتجاه ده كده، يبقى بيملا بيحصل له ريفيل فروم ابوف. طيب يبقى اول حاجه تعمل دايليت الفين هي سوبير فينا كيفا اوبستراكشن. تاني حاجه لو واحد حصل له بقى هنا، واحد حصل له هنا انفير فينا كيفا اوبستراكشن، ده اتقفل يحصل ايه؟ لو ده اتقفل نفس الفكره الدم برضه هيمشي في كولاترال ويمشي بالشكل ده كده لحد ما يوصل على مين؟ لحد ما يوصل على السوبير فينا كيفا، فهتلاقي الدم مشي بالانفير كده بالشكل ده كده، مشي هنا كده كده وطلع لحد مين؟ طلع لحد الانفير السوبير فينا كيفا، وبعد كده يفضى على رايت سايد اوف ذا هارت. طب دلوقتي يبقى ايه اللي يعمل دايليتد فين؟ حاجه من اتنين، يا اما السوبير فينا كيفا اوبستراكشن يعمل دايليتد فين اهو، يا اما انفير فينا كيفا برضه يعمل دايليتد فين.
طب انا بفرق بين ازاي بينهم ازاي؟ قلت بفرق بحاجه اسمها ميلكينج تيست، بفضي الفين وعلى حسب الدايركشن اوف ريفيلنج بشوف هو بيملى ازاي. لو انا فضيت الفين ده، انا قلت لو كان السبب سوبيريور ساعتها لو سبت من هنا ما يملاش، لكن لو سبت من فوق يملى عشان ده سوبيريور فالدم ماشي كده. اذا لو ملى فوق، لو حصل ريفيلنج فروم اباف من فوق لتحت يبقى ده سوبيريور. طب لو هو انفيرور فينا كيف الاوبستراكشن وانا فضيت الفين؟ المفروض لو سبت من فوق ما يملاش، لكن لو فضيته سبت من هنا هيملى في الاتجاه ده لانه مقفول من هنا، ده انفيرور فينا كيف. اذا لو ملى من فوق لتحت يبقى سوبيريور، فروم اباف من اسمه ماشي مع كلمه سوبيريور، وفروم بيلو من تحت لفوق ماشي مع كلمه انفيرور. يبقى اول حاجه بشوفها قلنا رقم واحد دايليتد فين، قلنا الدايليتد فين حاجه من اثنين، يا اما سوبيريور فينا كيف الاوبستراكشن يا اما انفيرور فينا كيف الاوبستراكشن. مين الموست كومن فيهم؟ هو السوبيريور فينا كيف الاوبستراكشن، ده الموست كومن. وبيحصل ازاي؟ يا اما الفين اتقفل من جوه بسروم بس، يا حاجه ضغط عليه من بره زي ميدياستاينال ماس، واحد مثلا عنده بانكوست تيومر في اللنج ضغط على الفين. يبقى الموست كومن هو السوبيريور بيحصل بسروم بس او ميدياستاينال ماس. افرق بينهم ازاي؟ انا لقيت دايليتد فين، يا ترى هو سوبيريور فينا كيف الاوبستراكشن ولا انفيرور؟ اعرف ازاي؟ بفرق بحاجه اسمها ميلكينج تيست وعلى حسب الدايركشن اوف ريفيلنج. قلنا لو ريفيل فروم اباف، فروم اباف من اسمه يبقى ده سوبيريور، لو ملا من تحت فوق لتحت ده سوبيريور. لو فهم ريفيل فروم بيلو، من بيلو من اسمه بيلو يعني انفيرور، لو ملا من تحت لفوق يبقى انفيرور فينا كيف الاوبستراكشن. يبقى انا رقم واحد عندي حاجه اسمها دايليتد فين، اول حاجه شفتها في السكن، قلت لو لقيت دايليتد فين هفكر في حاجه من اثنين، يا اما مين يا اما مين، يا اما سوبيريور فينا كيف الاوبستراكشن يا اما انفيرور فينا كيف الاوبستراكشن. قلت الموست كومن هو السوبيريور فينا كيف. بفرق بينهم ازاي اذا كان ده ولا ده؟ بالميلكينج تيست وحسب على حسب الدايركشن اوف ريفيلنج. لو ريفيل فروم اباف يبقى سوبيريور، ريفيل فروم بيلو يبقى انفيرور، اباف سوبيريور بيلو انفيرور. رقم اتنين بنشوف بيجمنتيشن في السكن، قلت سكار بيجمنتيشن دايليتد فين. لو في بيجمنتيشن في السكن ممكن تبقى حاجه موجوده بس البيجمنتيشن عاده حاجه نون سبيسيفيك. ممكن الاقي بيجمنتيشن كده حوالين النبل والاريولا هنا كده، الحته دي بيجمنتد شويه، دي حاجه نون سبيسيفيك، لكن تحصل اكتر في الناس اللي عندها اديسون ديزيز. اللي عنده اديسون ده واحد حصل عنده رينال دامج، ادرينال دامج، الادرينال جاند باظ. اللي عنده اديسون في النهايه كده الاديسون بالايه بيزيد عنده حاجه اسمها اي سي تي اتش، ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون. واللي عنده اديسون وعنده اي سي تي اتش زياده، الاي سي تي اتش بيروح يشغل الميلانوسايت، لما الميلانوسايت تشتغل تطلع ميلانين، فالميلانين يعمل هايبر بيجمنتيشن عاده حوالين النبل والاريولا. يبقى لو في بيجمنتيشن حاجه نون سبيسيفيك لكن تحصل اكتر مع الاديسون بالايه، اصله عنده اي سي تي اتش بيشغل الميلانوسايت فيحصل له هايبر بيجمنتيشن حوالين النبل والاريولا. يبقى البيجمنتيشن نون سبيسيفيك لكن ممكن تحصل اكتر مع مين؟ مع الاديسون. يبقى شفت في السكن ثلاث حاجات، قلت سكار بيجمنتيشن دايليتد فين، قلت رقم واحد دايليتد فين يا اما سوبيريور يا اما انفيرور فينيكيفال اوبستراكشن. بفرق ازاي؟ بالميلكينج تيست وعلى حسب الدايركشن اوف ريفيلنج. لو ريفيل فروم اباف يبقى سوبيريور، ريفيل فروم بلو يبقى انفيرور. والموست كومن هو السوبيريور فينيكيفال، وبيحصل يا اما بسهم بس من جوه.